في ذروة ما يعانيه العراق من العواصف الترابية والغبار بسبب فقدان الغطاء النباتي وتجريف الأحزمة الخضراء، يأتي قرار محافظة بابل بتحويل المتنزهات وسط مدينة الحلة إلى مشاريع استثمارية، قرار وجد رفضاً واسعاً من طرف أهالي المدينة. هذه المدينة اليوم تعاني من سرقة تامة، السرقة من قبل عصابات الحكمة اللي بأمرة محافظ بابل يوجهها بأخذ كل المتنزهات وكل المناطق الخضراء اللي لا يسمح بها القانون ولا النظام العام بالهيمنة عليها. اليوم محافظ بابل اجى دز عصابته موجودة هنا حاليا ودا تاخذ القطع الأراضي الخضراء مدينة الثورة. ما نقبل يسويها هاي، ما نقبل، والله نتكتل عليها، نتقطع والروزن وما نخلي يسويها، وما نقبل يسويها. ها واحنا بيبانا عليها محطوطة، كل احنا بيبينا 50 بيت يعرفون وين كانوا عملاء وخونه، والله العظيم كلهم عملاء وخونه، ولو شريف ما يطار الخضراء يسويها ملاعب وكوفيات وعلى اساس انه حمام للواعيب، وبعدها تدرون يعني اذا صارت يصير وراها مخدرات ويصير وراها كل شيء. التظاهرة التي نظمها أهالي حي الثورة في مدينة الحلة اتهموا من خلالها محافظ بابل حسن منديل بالاستحواذ على الساحة الخضراء لتحويلها عبر عقود فاسدة إلى مشاريع تضر بالحي، بينما تهمل المشاريع المتلكئة منذ سنوات. بابل صارت عبارة عن مكب مال نفايات وأنقاض، اليوم أي حي سكني تدخله في بابل لا تلقى شارع به خير، لا تلقى حديقة بها خير، لا تلقى مدرسة بها خير، لا تلقى دائرة الصحة بها خير، لا كل شيء بشكل عام، أي دائرة طبها دوائر المحافظة تلقاها مهجورة تماما. راح يجي يوم وتجي الساعة والله ما تبقون، وما نخاف منكم، طز بيكم وبحسابكم، وين ما تصير خصير اعتقالات دعاوى كيديه، شو تريدون سووا، ما نخاف احنا اهلي، احنا منطقه الثوره منطقه الشهداء، ها والزلمه واللي يقول انا قائد والزلمه ورجال خليه يجي يطب الثوره الا نسحق على راسه. بابل اصبحت خربه في حكم سمسير تيار الحكمه حسن منديل، لا اعمار بها، خدمات بنيه تحتيه دمرها البابل من يوم اللي اجى عدو بابل حسن منديل، بابل تحكم العوائل، بابل خربة. فشل متراكم ومشاريع مشبوهة، فقر وبطالة يزيد من وطأتها الفساد الذي لم يعد يحتمله شعب ضاقت به السبل، ويوشك أن ينفجر مرة أخرى بوجه الفاسدين.